أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا
وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سلاما خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف فعنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
سيئاتهم حسنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما. الله الله الله. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا
قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ويلقون فيها تحية وسلاما. ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منا ماها دحاها أخرج منها ما أغى أأنتم أشد خلقا أم السماء سيدنا الله أكبر بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى
يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. الفاتحة. زيت في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. استمعنا أخوة الإيمان والإسلام من آيات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله وقارئ مسجد الرحمن الرحيم بمدينة القاهرة والمقيم بمدينة القاهرة وكان معنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع المبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله وقد شرفنا فضيلة الشيخ جمال مرتجى ومعنا من تصوير الحفلات الدينية مهندس أحمد الجعبري ومعنا مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة أولاد الحج سيد غرام تحت إدارة مصطفى غرام والحج إسماعيل غرام إخوة الإيمان والإسلام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.